I think he's leading very well now, alhamdulillah. Right, Zaid? Inshallah. Okay, so Zaid, you want to start? Haka or something else? Haka. Go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. With the number of the seal, inshallah. Shukran Yazid. You can sit down here to watch others, no problem, inshallah. Alright, the next one is two sisters, then two brothers like this, inshallah. Don't let them talk too much there and don't recite anything. Who is ready? Raise your hand, sisters.